ضاد الأكسدة مش مركزة صراحة هلا. بونجور، نسألكم سؤال، سؤال صغير. مضاد الأكسدة؟ ما عندي فكرة. يعني ما بعرف أنتي أوكسيدان يعني شو، عن شو عم تحكي؟ يلي ما بيعرف لازم يعرف. شاي الأخضر أنتي أوكسيدان. شو هو المضاد للأكسدة؟ شو هو؟ مضاد للأكسدة شو هو؟ ماشي بتضعف حالك. أنا عم بمشي شايفني عم بعمل؟ عم نمشي. أنا بس المشي. تريح راسي، تريح راسي. نسألكم سؤال، شو المضاد للأكسدة بتعرفيه؟ أنا إيراني. شو المضاد للأكسدة؟ ما بعرف عربي. والله ما بعرف عربي. ما بعرف والله. لا عن جد. والله ما بعرف. ولا ما بتاكل شيء، ما بتشرب شيء؟ لا والله. ما دخلت على المدرسة. لا شو دخل المدرسة؟ مضاد للأكسدة. لا. مضاد للأكسدة. إيه ما بعرف. ما بتعرفها أبداً؟ أبداً. حبيب قلبي. شو بعرفني؟ عن جد ما بتعرفها؟ أنا شيء للأكسدة للمضاد. عن جد ما بمزح. بتعرف شو يعني أكسدة؟ كولاجين يعني قصدك؟ بتصور. الله يخليك، والله ما عندي فكرة يا حبيبي. ما عندي فكرة. تاخذ كاس حليب مع بيض، ايه مليحة، تعطيك يعني قوة مليحة. تاخذ لك شوي كمون، رمان، هيك بسمع. لا عصير، بفضل عصير، وبيعمل مناعة. شكرا ليلى. ما عندي فكرة. عن جد؟ بونجورك مدام. شو هو المضاد للأكسدة؟ يعني نحن نعرف مثلا منقول تفاح بس بيتعرض للهواء إذا مقشر بأنتي أوكسيدان أو شيء يعني هذا. أنا شخصيا جنيري كلوز فريز كارياز ليمون أفندي قولي معي الموز فلايفلة الخضراء كله فيتامين. شو هذا؟ شو مضاد للأكسدة؟ شو هو؟ جرب عصير بطيخ مع ليمون برتقال وشراب المي. شو كمان؟ بس أنا مصرية بس مش عارف فهم عليك. مي تفاح مثلا. شو هو المضاد للأكسدة؟ شو هو الشيء المضاد للأكسدة؟ شو بتاخد أو شو بتعمل؟ طبعا للأكسدة عن جد؟ إنه الفيتامين إذا ضعف عندك هو اللي سأل. ما بعرف. أورنجوس، جزر، تفاح، بردقان، قرب على الطيب، على الأشطالية. شو الشيء المضاد للأكسدة؟ لا عن جد ما بتعرف. طب أنا بلي ما بعرف. ما بعرف الشيخ، والله ما بعرف. الأجنبي تفاح أو موز. حامض. ها؟ حامض. عندك التوت. خلص. اليوم كنت عم بحضرهم على فكرة الجزر. ما بعرف. ايه اكيد اكيد فاوض بالفواكه والاكل المغذي. ايه هاي الحبوب. الحبوب بالقوي مناعة الجسم. فاصوليا، مدردرة، ايه برغل، حمص. ايه نعم، اهل الجبل بحبوا اكيد هودي الاكل. خفيف جدا. الاكسدة. ما بيهمني الامر. ثانك يو. ما عندك فكرة؟ اشرب ماي، برتقان او هذا كيوي، عسل. انا باخذ كل يوم معلقتين عسل. ما عندي اكسده. للاكسده ما بعرف. لا ولو فيتامين انه ما بحب اعطي. انه يتغذى الواحد خضره بلا كيماوي، شيء طبيعي مش مع البيت، المواد الحافظة. يعني الإنسان اليوم كل شيء عم ناكله، حتى اللحوم مبردة، الدجاج مبرد، القصب كله مبرد، ما في شيء طبيعي. كل يلي قالوه صحيح، بس بالتفسير الدقيق المضاد للأكسدة هي مركبات كيماوية إذا وجدت بالنظام الغذائي ممكن أنه تأخر ظهور خلل بخلايا الجسم. وكل هالمركبات المضادة للأكسدة مهمة لصحة الجسم، ومنلاقيها بشكل طبيعي بالأغذية والنباتات، وموجودة أكثر شيء بالفيتامينز A, E و C. هذا الجواب من بعد بريك، ومنرجع نتابع أخبار الصباح.